هلا والله، هالقطعة الكروم كاست يقدر الواحد منه انه يبث اي شيء من جواله على شاشة الجهاز حتى لو كانت مو بذكية مو بسمارت. وش ميزتها في هذا الوقت؟ ان الطلاب لو يبغون يشوفون اي شيء من الجوال وجهازه او التلفزيون حقه قديم يشبك هالقطعة وخلاص، يقدر يشوف من قناة عين المحاضرات والفصول وكل الشروحات، وبنطبقها سوا. أول خطوة نحمل تطبيق جوجل هوم ونشبك القطعة على التلفزيون من الخلف، وبعد كده إذا شبكناها خلاص سميت الغرفة الخاصة. هذا هو الدرس. نجي هنا في السهم اللي على اليسار، أضغط عليه وحط الغرفة الخاصة. بعد كده حتى التحكم والصوت من هنا من التلفزيون، ترفع وتقصر. السلام الوطني هذا مع بداية أول الدروس، وخلاص مناسب يعني الطلاب بدل ما يشوف ترجع عيونه من الجوال يستخدم هذه القطعة ويحضر الدروس على الشاشة ويشوفها ويريح، حتى لو كان تلفزيونه قديم.